على أيدي مسلحين مجهولين. وبحسب مصادر دبلوماسية فإن الموظف السعودي كان متوجها من منزله في حي حدة إلى مقر عمله في الملحقية العسكرية السعودية في صنعاء قبل أن يعترض طريقه مسلحون يرتدون زي الأمن المركزي ويطلقون النار عليه، ما أدى إلى مقتله هو وحارسه الشخصي. الآن حان موعدكم مع رانيا أبيال.